روى الإمام أحمد الرويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه فأخبر الناس أن من عقد لحيته العقد هو الربط عقدت الشيء ربطته وعقد اللحية لم يبين عليه الصلاة والسلام ما سببها لم يقل من عقد لحيته تكبرا لم يقل من عقد لحيته تأنثا من عقد لحيته دفعا للعين لم يقل من عقد لحيته دفعا للضرر ومن ثم فإن الحكم وهو حكم النهي باقي في حق من عقد لحيته قد يشمل العقد ما يخشى منه من عين أو من ضرر وقد يكون للتكبر وقد يكون للتأنث أو لغير ذلك من الأسباب فقوله أن من عقد لحيته على أمر منهي عادي.